الحمد لله، اليوم تم افتتاح المكتب الخاص في شركة الكويت للتأمين، وتدشين هذا المكتب باتفاقية تم توقيعها مع الأخوان في شركة الكويت للتأمين. هذه الاتفاقية وافتتاح هذا المكتب هو تماشيا وتناسقا مع رؤية المحامي 2023، التي كان من ضمنها إطلاق بنود الشركات المهنية، واللي شفنا في الأشهر الماضية تدشين العديد من الشركات المهنية. وأيضا كذلك اليوم، يعني في الأيام القادمة بإذن الله، سوف يتم أيضا تدشين برنامج الموثق الأهلي، والذي أحدى متطلباته هو وجود الوثيقة التأمينية. حرص مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية بتذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الإجراءات للسادة الزملاء والزميلات، حرصا منهم بتوفير كافة الخدمات التأمينية في مقر جمعية المحامين. ابتدأنا فيها في قانون الشركات المهنية، والآن أيضا في خطوات تطبيق قانون التوثيق الأهلي والموثق الأهلي. سهلنا هذه الإجراءات وحرصنا أن تكون في مبنى الجمعية حتى أن يتم تلك القانون بتطبيقه بشكل أمثل.